ورجعنا لكم من جديد على كوين فري، ولسه مكملين في ربح العملات الرقميه والان اف تي على كوين فري. طبعا طالما عملت لك الدخله ديت اعرف ان عندنا شغل حصري ومجاني وسحب فوري. جبت لك النهارده تطبيق لربح عمله شيبا، او تقدر تسحب برضو على باي بال، ولكن خلينا نقول عمله شيبا عشان السحب بتاعها بيكون فوري. كل قصة التطبيق انك انت بمجرد ما بتسجل بتاخد بونص تقدر تسحبه فوري ومباشر، ولو عايز تكسب اكتر بتكسب من خلال مشاهدة الفيديوهات، وبتكمل شوية مهام سهلين وسلسين جدا زي ما انت متعود من عندنا وتسحب فوري. التطبيق ده هيخليك تعمل لايك حتى لو انت من الناس اللي بتتفرج علينا من غير ما تعمل لايك، لانك بمجرد ما بتسجل هتكسب مجاني وتسحب فوري. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك، وتعالى اشرح لك. ندخل في الشرح على طول يا ابو الصحاب. بمجرد ما بتحمل التطبيق بتلاقي عند حضرتك 800 نقطة دولت او قطعة تقدر انك انت تسحبهم فوري ومباشر حتى من غير ما تعمل اي مهام في التطبيق، ولكن طبعا انا هشرح لك ازاي بنكسب من التطبيق، وكالعادة هعمل قدام حضرتك اثبات سحب. بمجرد ما بتسجل طبعا انت بتلاقي حاجات كتير جدا في التطبيق، صناديق وهدايا ومش عارف ايه وحاجات كتيره. اول حاجه بمجرد ما هتدوس على اي حاجه هيقول لك اعمل تسجيل حساب عشان لو حذفت التطبيق ودخلت بيه يكون عندك حساب، وبرضه عشان تسحب بتعمل حساب فيسبوك او جيميل، وبعد كده بيكون عندك يا صاحبي تسجيل. واحلى مسا عليك في اللايك بتاعك اللي انت لسه عامله دلوقتي. اول حاجه واسهل حاجه بتلاقي هنا حضرتك عندك نقاط في الشاشه بتدوس عليها بيقول لك انت كده استلمت 80 نقطه. لو عايز تاخدها 160 فانت بتتفرج على فيديو، ومش عايز فانت بتقفل وادي عندك النقاط اتضافت. دي اول طريقه. طبعا هتلاقي في عندك كتير جدا، وهتلاقي طبعا فيديو هنا بيلف لانك انت هتتفرج على فيديو، لان اصلا الطريقه الاساسيه للربح من التطبيق انك انت تتفرج على فيديوهات وبعد كده تاخد نقاط، فديت حاجه لازم تكون عارفها من دلوقتي. بمجرد طبعا ما هتلاقي في صندوق هنا كل ربع ساعه يكون صندوق كبير جدا هشرحه لك دلوقتي، ولكن اهم حاجه هنا بتخش على البونص اليومي. عندك في البونص اليومي طبعا انت اتفرجت على فيديو دلوقتي، فانت بمجرد ما بتتفرج على اي فيديو بيقول لك افتح الصندوق، تدوس على الصندوق بيطلع لك زي ما انت طبعا حضرتك شايف نقاط قدامك. عايز تاخدها مرتين اتفرج على فيديو، مش عايز فانت بتقفل الفيديو وبتقول له استلام. من فوق عند حضرتك لو انت بصيت هنا هتلاقي فيه طبعا اربع حاجات، ولكن طبعا قبل الاربع حاجات خلينا ناخد البونص بتاع التسجيل انك انت سجلت من عندنا. 200 قطعة يا صاحبي غير ال 800 اللي انت لسه واخدهم، فانت عند حضرتك دلوقتي 250. لو عايز تاخدهم اتفرج على فيديو، مش عايز فانت بتقفل الموضوع. فهمت الموضوع ماشي ازاي؟ اسهل منها مفيش. اربعة بونص فوق. احنا طبعا اتفرجنا في الاول، يعني بمجرد ما بنخش في التاني تلقائي اللي هو بونص اللي هو عجلة الحظ، خلينا نقولها عجلة الحظ. بمجرد طبعا ما بتخش عجلة الحظ بيديك كل يوم، الكلام ده كل يوم عشان تبقى عارف، اربع مرات. الاربع مرات بتتفرج على ثلاثة مجاني، عفوا بتاخد ثلاثة مجاني، الرابعة بيكون فيها تتفرج على فيديو انت وحظك بقى سحب من النقاط 10 نقاط. لو عايزهم 20 بتتفرج على فيديو، مش عايزهم فانت بتقفل الفيديو. التطبيق هيعجبك، وانا عارف ان هو هيعجبك، وعشان هيعجبك ما تنساش بقى تمسح هنا باللايك بتاعك لو انت لسه لحد دلوقتي ما عملتش اللايك. ممكن ثالث مرة او رابع مرة يظهر لك فيديو، ولكن انا كالعادة بقص لك الفيديو عشان الفيديو ما يكونش طويل بالنسبة لحضرتك، ولكن دي طريقة الربح، ان هو تطبيق يفرجك على فيديوهات اعلانات عشان يكسب هو ويدفع لحضرتك من المكسب ده. زي ما طبعا حضرتك شايف اهو ظهر اعلان، ممكن يكون اعلان بسيط اللي هو 10 ثواني، ممكن يظهر بسرعة عندك اكس فانت بتقفله، لو اعلان كبير ظهر انا هقفله لك كالعادي وهقص لك المونتاج. يبقى احنا دلوقتي دخلنا في تاني بونص. اول بونص اللي هو بتاع تتفرج على فيديوهات، تاني بونص اللي هو عجلة الحظ. ندخل بقى دلوقتي يا ابو الصحاب على تالت بونص. تالت بونص اللي هو لعبة الورق خدشها، معرفش انتوا بتقولوها هنا عندكم بالعربي، مشي صباعك كده يمين شمال يمين شمال وتكسب بونص كبير. في هنا بونص 2 دولار، في 10 دولار، في هنا 20 دولار، وهكذا. هما بيكونوا كل يوم، كل اللي بتعمله هو بيعلم عليك اهو، اخدش الورقة كده وشوف حظ حضرتك ايه بيطلع لك. لو ما طلعلكش البونص فانت بتاخد كده كده نقاط، يعني في كلا الحالتين انت كسبان. وهكذا بتخش تاني على
بونص تاني عشان تشوف الطريقة عاملة ازاي. اخدش كده وانت بتخدش يا صاحبي، اخدش لنا اللايك عندنا ومتشكرين يا صاحبي. 80 نقطة، لو عايزها 160 بتدوس هنا تتفرج على الفيديو، مش عايزها فانت بتقفل، واحنا كده كسبنا نقاط. ندخل بقى على رابع بونص. انا لحد دلوقتي شرحت لك 3 بونصات، هو التطبيق هتلاقي فيه تقريبا يجي 20 بونص، ولكن انا بشرح لك المهم. عجلة الحظ ديت بقى ممكن تكسب فيها مبلغ كبير، بيكون فيها 10 مرات، بيفرجك على 3 مرات مجاني وكل 3 بتتفرج على فيديو، عندك 50 نقطة اهو. لو مش عايز تاخدهم الضعف فانت بتقفل كالمعتاد. هو بيظهر لك طبعا نقاط، عندك 10 مرات، والكلام ده اللي احنا عملناه دلوقتي ده بتعمله كل 24 ساعة، بيتحذفوا وبعد كده بيتجدد تلقائي بعد 24 ساعة. كالعادة طبعا بيظهر فيديو، ولكن انا قصيته لحضرتك عشان الفيديو ما يكونش طويل بالنسبة لحضرتك، واكيد طبعا انت شايف اهو ظهر لك البونص. فاضل 7 مرات، فاحنا مش عايزين نطول الفيديو، نقول لحضرتك ازاي تسحب البونص بتاع حضرتك وتشتغل على التطبيق ازاي. خلصنا كل حاجة من دلوقتي، عندك هنا بقى قائمة مهام، اي حاجة هتعملها في التطبيق، اي فيديو هتعمله، اي بونص هتستلمه هتلاقي منور عندك هنا وتخش تستلم. تسحب ازاي؟ هتيجي هنا على العلامة بتاعتك حضرتك وهتدوس على اول خيار اللي هو اسحب او ريترار. انا عندي ريترار لاني بالاسباني، ممكن عندك ويزدروم بالانجليزي او بالعربي هيكون عندك سحب. تقدر تسحب على بايبل، ولكن انا عارف ان انتم مش بتسحبوا على بايبل، براحتك لو عايز تسحب، ولكن هنا بنانسي بيدفع فوري ابتداء من 1000 قطعة شيبة، تقدر انك انت تسحبها فوري. كل اللي هتعمله هتجيب الاي دي، لو انت ما عندكش محفظة بنانسي هسيب لك طبعا الرابط تعملها، وهسيب لك فيديو يشرح لك ازاي يكون عندك محفظة. بتاخد الاي دي وبتقول له ادي الاي دي اللي هسحب عليه، يقول لك انا متأكد، تقول له اه متأكد. طب عملت لايك لعم احمد؟ عملنا لايك لعم احمد، متشكرين يا ابو الصحاب. بمجرد ما تقول له تم هيبعت لك طبعا فيديو، انا هقصه لك كالعادة، او انت تقدر انك انت تقفل التطبيق وتفتحه من جديد. قبل ما تفتحه من جديد هيقول لك ادي يا اسطى الالف قطعة وصلت على بنانسي. ده طبعا اللي هو الحد الادنى للسحب، تقدر تسحب اكتر من كده لحد طبعا 100 دولار، ولكن ده براحتك انت. انا عشان شرحت لك في المقدمة انك انت بمجرد ما بتسجل وتسحب مجاني بدون اي فعل اي حاجة. انت بقى هتقول لي هحذف التطبيق وانزله، ما فيش مشكلة، احذف التطبيق ونزله واعمل تطبيق حساب جديد، او لو عندك اكتر من تليفون اشتغل. انت بمجرد ما تقفل وتفتح اهو زي ما شفت لك هيتلاقي فيه بونص كتير جدا، اللي هو البونص اليومي والبونص بتاع الفيديوهات وحاجات كتيرة جدا هتلاقيها موجودة في التطبيق. انت بقى شرحت لك المهم وشرحت لك ازاي تسحب، اغتنم بقى الفرصة وادخل اكتشف التطبيق حضرتك على حسب راحتك انت، او على حسب الطريقة اللي انت بتشوف فيها. انا شرحت لك اهم حاجة في التطبيق انك انت ازاي تكسب، وكالعادة طبعا تقدر انك انت تسيب التليفون بيتفرج على فيديوهات، وبمجرد ما بتسيب التليفون يتفرج على فيديوهات انت بتكسب عملات. انا لحد كده شرحت لك كل حاجة، اللايك بتاعك الجميل، ونشوفك في الجديد على كوين free.